أيضا عندما يشاهد في مناسبة أولى ومن ثم دايماً ومن ثم بطولة العالم، يعني يقصي تماما فكرة التراك، تكون هناك أريحية نفسية قبل المشاركة في بطولة العالم، ربما قد تكون في بعض المناسبات الأخرى لأول مرة يعني يكون في الملعب. بالضبط، الميزة اللي راح تكون حق اللاعبين الآسيويين في بطولة العالم أنهم يعني سبق ولعبوا على نفس التراك، فالتراك ضروري أن أنت تلعب عليه. يعني ليش اني البطولة الدول مباشرة؟ والزميل ابراهيم تفضل. سهيل من جديد، اذا بعد سباق ال 100 متر للسيدات وتتويج البطلة أولغا سافرانوفا الكازاخستانية طبعا بالميدالية الذهبية، الان على الميدالية الذهبية في نفس السباق، سباق السرعة سباق ال 100 متر. طبعا هؤلاء هم المشاركين في هذا السباق النهائي. الخسارة الكبيرة عدم تواجد توسين أوغوندي بطلنا القطري في هذا النهائي، بعد يعني كنا نتمنى أن يكون في السباق النهائي، لكن إن شاء الله القادم يكون أفضل توسين. والآن هنا الانطلاقة قوية وتقدم كبير بالنسبة للبطل محمد زوري البطل الإندونيسي، لكن هناك صعود للياباني محمد زوري البطل الإندونيسي بطل العالم، يتمكن يعني سرعة نهائية في الأول من اللجوء إلى الفينيش. بالفعل هو كيريو يوشيدا من اليابان، 10 ثوان 10 أجزاء من الثانية، رقم ليس بقوي، الرقم ليس بقوي، ولكن ميدالية ذهبية بالنسبة لليابان يوشيد كيروي 10 10، ومحمد زوري الاندونيسي بطل الشاب قادم بقوة، يعتبر أسطورة في اندونيسيا لأنه الأول من توج على مستوى العالم بميدالية ذهبية. إذا ثم المركز الثالث، المركز لاحظوا الصور البطيئة لهذا الصراع الكبير. محمد زوري خطواته كانت رائعة وكان قريبا من الميدالية الذهبية، لكن الأطار الأخيرة وصعود البطل الياباني كانت حامة، وبالتالي السرعة النهائية أعطت لليابان ميدالية ذهبية جديدة، بينما المركز الثاني لمحمد زوري يعتبر يعني مشرف بالنسبة لهذا البطل الشاب الذي لا يتجاوز عمره إلى الآن 18 سنة، كان حاضرا أيضا في الأولمبية للشباب، وبالتالي نراه مستقبلا في تحديات عالية على غرار الدوري الماسي. هذا اليوم الثاني منافسات بطولة آسيا لألعاب القوى في نسخة الدوحة المميزة المقبلة، وفي انتظار طبعا أن ألقاكم غدا إن شاء الله في يوم ثالث لمنافسات النسخة الثالثة بعد العشرين. إذا إلى الاستوديو التحليلي معك زميلي سهيل. شكرا للزميل إبراهيم على هذا الماراثون. حقيقة الأجواء هذه البطولة الآسيوية لألعاب النسخة الثالثة والعشرين، نتواصل لمتابعة مراسم التتويجات. إذا المركز الثالث يعود إلى الصين من خلال وو زيان كيونغ بعشر ثواني 18 جزء من الثانية. المركز الثاني والميدالية الهندي زوري لالو بعشر ثواني 13 جزء من الثانية، والميدالية الذهبية للياباني كيرو يوشيدي بعشر ثواني 10 أجزاء إلى الثانية. هذا البيرسونال بيست أيضا للصيني وو زيان كيانغ.
الفضية إذن لأندونيسي إذن زوري لالو ذكرت 10 ثواني 13 جزء من الثاني أرقام تعتبر طيبة حقا في هذه المحطة إلى المتعة هذا الأندونيسي في حين الذهاب إلى اليابان الفاينل او المشهد القتالي بسبب الاصابه. وقال من خلال التصريح على قنوات سيستشير الطبيب وبالتمام سيعود، وبالتالي واضح انه قرار الاطار الطبي واضح فيما يخص المشاركه او مشاركته في الفاينل. وبالتالي الياباني كيريو يوشيدي اذا يفوز بالميداليه الذهبيه والنشيد الرسمي الياباني.